وحنحكي كمان بشؤون الطفل، خلينا نقول كونه نحن هلا بموسم تحفيزي لهذا الطفل. صحيح. قد ايه اليوم سلمى القراءه، القصص، انك تقري للطفل انه هو يقرا نافذه كثير مهمه بحياته، انه اليوم يتعرف على ثقافات جديده، توسع افكاره، مداركه، خياله، حتى اليوم يعني يصير يفكر خارج الصندوق مثل ما بنقول، يعني بهذه القصه، بهي الكتاب. اليوم قد ايه مهم نفعل هذا الدور عندهم؟ اكيد رشا، ودائما بنقول يمكن كل الاختصاصيين اللي بيجوا لعنا بيحكوا عن اهميه القراءه وقديش القراءه ممكن هي تساعد الطفل على توسيع مداركه وعلى التعلم، وكثير من التفاصيل نحن وصغار يمكن شوي كنا محظوظين اكثر من هذا الجيل. صحيح. انه لسه كان الكتاب في اهتمام فيه اكثر، كان في معارض، يعني نحن مثلا انا سنويا كان معرض الكتاب هي محطه اساسيه لازم انتظرها لروحها لجيب كتاب، يعني نقي شيء واتنافس انا شو بدي اقرا، كم كتاب بدي اقرا، شو عندي بالبيت. يمكن شوي هذا الجيل مظلوم مع التكنولوجيا، ولكن اليوم القراءه هي غذاء للطفل وهي البوابه الاساسيه اللي فتح مداركه امام المستقبل. اكيد يا سلمى، ذكرتيني بكليله ودمنا. كل القصص اللي كانت يعني حتى كان بالمنهاج، انه كان في دور للقراءه بقلب المنهاج، يمكن اليوم حتى هدول الاطفال فقدوها. يعني صحيح، يعني كان في حصه كامله لهي القصص، نفوت بخيال، نسرح بخيالنا. يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع واهميته اكثر. وضيفتنا لليوم هي الكاتبه سميره الشكر، كاتبه متخصصه في شؤون الطفل. سعد صباحك. صباحك يا هلا. تذكرتي كليله ودمنا؟ بتذكرتكم كليله ودمنا لكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم بنحكي عن موضوع كثير مهم اللي هو القراءه خلال فتره الدراسه. يمكن الاهل بيحاولوا كثير مع اطفال بالعطلة إنه ينموا عندهم أي موهبة، إن كان في ناس تكتب، في ناس بتقرأ. السنة الماضية بعد تجربة الطفلة السورية شام اللي تميزت، صار الأهل يقولوا بدنا نعمل مثل شام، صاروا يتحفزوا أكثر إنه يرجعوا لشيء موجود عنا أصلا بحضارتنا واللي هو الكتاب. اليوم قد مهم هذا الشيء للأطفال؟ طبعا هو القراءة هي مو بس شيء مهم لحتى نحن نطلع موهبة الطفل أو نحن نشجعه على القراءة أو حتى هي تكون عنده عادة. خلينا نقول القراءة هي علاج. هلا نحن عم نستخدم القراءة كعلاج لتعديل سلوك معين عند الأطفال. يعني نحن عم نشجع على القراءة مو بس لحتى نحن مجرد نقرأ أو مجرد نحن نعود الطفل على القراءة. هلا في عنا شيء نحن عم نتبعه بقصص الأطفال اللي هو له علاقة بتعديل السلوك، اللي إذا نحن بنلاحظ على طفلنا سلوك معين مثل القلق مثلا او التوتر او الخوف من اشياء معينه او الخجل، الانطواء، كله هذا عم نحاول احنا نعالجه عن طريق القصه او عن طريق الكتب المتخصصه بالاطفال. حتى نحن بهذا الوقت عم كثير اهالي عم يجوا يطالبونا نحن بهي النوعيات من القصص. اكيد هي فكره كثير مهمه اليوم انك توجهي رساله للطفل من خلال قصه، ويمكن احنا بنعتمدها يعني، بس المشكله اليوم انت عم تتعاملي مع جيل ذكي. يعني إذا قادر هو يفهم إنه الرسالة اللي عم تقوليها وقادر إنه يستوعب أي كلمة عم تحكيها خلال هاي القصة، يعني بتوصل معه. إذا بتعيد له القصة مرة تانية وغيرتي كلمة بيقول لك لا امبارح قلتي هيك. يعني اليوم التكنولوجيا عملت خلينا نقول شرخ بهاي القصة، يعني الطفل صار بدل ما يقرأ قصة عم يحط يتفرج على كرتون، يتفرج على شغلات بعيدة عن عمره تماما. اليوم كيف نحن قادرين نرجع هذا الطفل نحببه بموضوع القراءة، انه هذا افضل لإلك مش اي شيء ثاني؟ هلا انا بكذا مكان قايتها انه نحن هذا الموضوع بيرجع للاهل. بيرجع للاهل اذا انا بدي شجع طفلي على القراءة او لا. الموضوع التكنولوجيا للاسف يعني خلص اخترق مجتمعنا، فما عاد فينا نحن نمنع اطفالنا عنه. بدنا نخفف قدر الامكان. اولا بموضوع الرقابه، رقابه الاهل اللي لازم تشوف اطفالها شو عم يشوفوا، سواء كان على التلفزيون، سواء كان على الموبايل، على قنوات اليوتيوب. في كثير شغلات عم تنزرع باطفالنا من خلال الافلام الكرتون او مواقع التواصل الاجتماعي، نحن للاسف ما عم نشوفها. حتى وصلت لحتى درجة الألعاب الأطفال، يعني هلأ في لعبة كتير دارجة ما رح أذكر اسمها، شكلها بخوف، يعني عم تنطلب بشكل ما له طبيعي. طب أنا كأم كيف بجيب لابني هاي اللعبة؟ يعني مثل ما قلت بترجع للأهل. كيف قادرين إحنا نشجعه أكثر أنه لا
بحب هذا لانه هذا هو بوابتك للمستقبل. هلا في كثير استراتيجيات، انا ما فيني اقول له حب هذا، فيني انا شجعه، فيني اقرا معه، فيني اعمل نشاطات بالبيت، فيني اعمل سباق بين اذا في اكثر من طفل بالبيت، فيني اعمل اخترع شغلات. يعني في شغلات بالسوق صارت مو بس قصه، في مثلا مسابقات، في بطاقات خفيفه، في قصص قصيره جدا اذا هو بمل الطفل ما في عنده رغبه للقراءه. اختيار الوقت المناسب اللي انا بدي اقرا فيه لطفلي، يعني ما فيني انا اكون طفل ضايج وعم يلعب او هلا بده الموبايل له لا هلا بدك تمسك الكتاب وتقرا. احنا نختار وقت مناسب هو يكون رايق، هو يكون انا في بدي يكون في علاقه وديه بيني وبينه. قصه قبل النوم كثير مهمه، بيكون الطفل ذهنه صافي، بتكون الوقت كثير مناسب، بيكون قدران يسمعك، وبهذا الوقت الطفل بخزن. يعني شو انت بتقولي له، شو بتوصلي له رسائل، شو بتوصلي له معلومات، عقله بخزن قبل النوم. اكيد. طيب استاذ سميره، كمان بما انه هلا نحن بموسم المدارس يمكن مو كل انواع الكتب بنقدر نشجع عليها الطلاب انه يقروا، شو ابرز شيء بتنصحي فيه الاهل انه هن يبلشوا فيه مع طلابهم؟ هلا خليني اقول مثلا الاعمار الصغيره اللي اول ما بلشوا قراءه، خليني احاول اجيب لهم القصص اللي بتكون نصها قصير فيها صور كثيره. هي بتساعدهم مو بس انه هن يقراوا قصه، بتساعدهم على تعلم القراءه بشكل اسرع، بالذات لصف اول الابتدائي الصف الثاني، هدول بيكون قراءتهم لسه شوي صعبه. نحن اذا جبنا لهم قصص هن رح يرغبوا فيها اكثر. بالاعمار الكبيره اكثر خليني اشوف ميول الطفل، يعني في اطفال ميوله ادبيه، في اطفال ميوله علميه، نحاول نشوف الطفل الماده اللي هو رغب فيها بالصف حتى اقدر انا ساعده فيها، اجيب له كتب رديفه لها. مثلا في اطفال كثير بتحب الرياضيات، في كثير كتب بالسوق بتشجع فيها تجارب، فيها مسائل غريبه بالرياضيات، فيها الغاز مثلا رياضيه، هي بتشجع اكثر معه اكثر، مو بتبعده عن المنهاج المدرسي الجاف، وبتصير مثل ما انت تفاعل اكثر بين الاهل وبين الطفل. هو اهم شيء اليوم الميول، يعني نحن دائما بنحب الشيء نحن بنحبه، يعني نقدر نفصل اليوم انه هذا الطفل بعمر معين، الجيل تغير، الزمن تغير، يعني نحن ما بقى في الخروف والذئاب وهدول القصص كنا كثير كانوا يضحكوا علينا فيها من الاخر يعني، بس شوف انه يعني عملت رساله لانه لهلا بالذاكره موجوده حتى هدول التفاصيل الصغيره. اليوم لاقدر انا اوجه طفلي بشكل صح، اعطيه حريته باختيار ميوله بالقراءه، المفروض هي كثير مهمه يعني. طب اذا بدي اقول لك انه احنا خلال العام الدراسي كونه احنا عم نركز بهي الفتره، شو هي اهم الاوقات اليوم انا قادره اخلي طفلي انه يقرا فيها؟ فراغ، عطله، او مفروض يكون جزء مثل ما عم يكتب واجب اليوم عندك نص تقراه مثلا او شيء؟ هلا هي القراءه لازم تكون روتيني، حتى نحن لازم كان نبلش فيها قبل المدرسه لحتى تكون هي عنده روتين خلال ايام المدرسه. ممكن لازم يكون اختيار مو واجب، تمام، متى ما احس انه هي واجب بطل يقرا. تمام. هلا مثل ما قلت قبل بدي اخترع موضوع لحتى انا قدرت، شو رايك نقعد نقرا انا وياك؟ هلا ما خليها هي اجباري انه انت عندك نص ساعه هيك بدك تقرا فيها كل يوم، لا احنا فجأة انا بدي مثلا لو انا والله ضايق خلي، او انا لقيت هذا الكتاب شو رايك نقرا انا وياك؟ انا حسيتك انه انت بتحب مادة اللغة العربية فجبت لك قصص كثير حلوة لها علاقة باللغة العربية، شو رايك نقراها؟ بهي الاسلوب هذا المحبب للطفل اكثر من انه اسلوب الاجباري. يعني الاجبار حتى اذا مو الموبايل متعلق فيه كثير، اذا بدك تجبريه عليه ما راح يحبه. الاجبار بهذا الوقت صار كثير يعني مو مثل وقتنا، نحن اصلا نحن كنا وقتنا ممكن انه اهلنا يجبرونا، ما كان في عندنا مغريات بالحياه مثل هلا. صحيح، قديها حلوه يا اخر كل عشان نحن جيل مظلوم يعني. مو بس هيك، وكان يمكن التعامل اسهل على الاهل، يعني انه سهل جدا، ما في العناديه، ما في عناديه، وما في هالجيل هلا اصعب بكثير، يعني انا انفتاح. بحس انه الطفل هلا قدامه كثير مصادر معلومات، مو مثل سابقا كان عندنا مثلا تلفزيون، مدرسه، البيت او الرفقات احيانا، اكثر من هيك ما في. اما هلا انترنت بيقدر يشوف، يتفرج، بيطلع له فيديوهات، بشوف كثير شغلات، هي كمان صعوبه فينا نستثمرها يعني بالعكس، بدل ما تكون هي سلبيه نعملها ايجابيه. القراءه الالكترونيه فينا نستخدم هالشيء؟ ايه طبعا، هلا في مواقع كثير تعليميه، في مواقع كثير حتى لو كانت ترفيهيه للطفل بس هي مفيده، في مواقع كثير بتعمل اسئله معلومات عامه. مثل ما قلت هي اهم شيء
بالنسبه للاهل الرقابه، نشوف نحن شو ما فيني انا اخلي ابني لحاله عم يتفرج على التلفزيون، لحاله عم يفتح الموبايل. يعني انا كثير بستغرب الاهل اعمار كثير صغيره بيتباهوا انه ابني عم يعرف يفتح الموبايل لحاله، وابني عم يعرف يفتح يفوت على اليوتيوب لحاله وينزل برامج 4 سنين و5 سنين. كثير غريب هذا الموضوع، لازم انا اكون رقيبه على هذا الموضوع. انا بدي افتح لك شو بتشوف، انا بدي رغبك بهدول الشغلات، انا بورجيك شو في عنا قنوات مفيده أو حتى قنوات ترفيهية، مشان أنا ما أقدر ما يكون دائماً عنده شيء مجبر عليه، فبدي يكون أنا دائماً مع طفلي، ما فيني أتركه لحاله أبداً. طيب خلينا بس نرجع نركز على موضوع المدارك العقلية. اليوم إحنا من كلمة نافذة نحن بوابة لهذا الطفل، شو أكثر شيء ممكن أو شو أهم شيء ممكن تفيده القراءة بالنسبة لتوسيع المدارك العقلية عند الطفل؟ هلا القراءة مهمة بكل المجالات، مثل ما قلت أول شيء ممكن تعدل له سلوك معين، مثلا أنا بدي أعالج الكذب عند ابني فبجيب له قصص عن الصدق، بجيب له قصص عن أشخاص كانوا صادقين استفادوا بحياتهم، طفلي منطوي بدي أنا أجيب له قصص عن العالم اللي عنده ثقة بنفسها، عن العالم اللي نجحت اللي قدمت نجاحات، هي أول فائدة ممكن أقولها للقراءة. القراءة بتوسع خيال الطفل، في عنا قصص نهايتها مفتوحة، من هي اسمها ذات النهاية المفتوحة، نخلي الطفل هو عنده مجال انه ممكن يرسم القصة، ممكن نقول له شو ممكن يصير هلا مع البطل والبطلة، احنا شو ممكن احنا هلا، هل الطفلة هلا شو رأيك، شو لازم تعمل بعدين، هي الشغلات هي بتوسع له خياله للطفل. الرسومات الموجودة بالقصص هلا كمان حتى عم تعلمه الألوان، عم تعلمه شغلات، عم تعلمه تعرفه على شخصيات جديدة. القراءة مفيدة بكافة مجالاتها، مو بس للأطفال حتى لنا نحن الكبار. أكيد. حتى بتعلموا على ثقافات جديدة، بتعلموا في شيء له علاقة بالعواصم بالبلدان، فما أنه هلأ كتير صعب مثلاً نحن نطلع ونفوت، فنحن عم نعرفه على ثقافات جديدة، عم نعرفه على بلدان جديدة، إلا يعني فوائد لا تحصى، ما فينا نقولها نحن بعشر دقائق أو فنحن كتير عندنا مجالات للقراءة مفيدة. طيب كمان أستاذ سميرة، يمكن كتير نسمع هلأ أنه صار في كتير علاجات من خلال التعلم بشكل عام، والقراءة جزء من بيئة التعلم. اليوم قديه مهم نعرف كمان شو الشيء المناسب اللي بيناسب العمر، اللي بيناسب الحالة، اللي بيناسب كمان البيئة اللي نحن عايشين فيها. يعني أوقات كتير ناس بيعطوا أنواع من القصص، بيصير الطفل فقط عنده فكرة على الخيال، بصير بيتخيل بس أبطال هاي القصص ليعيش معاها بعيداً عن الواقع. هلأ هاي بترجع للأعمار اللي احنا بدنا نكتب لها، أو الأعمار اللي الأم بدها تقرأ له، يعني هي لازم تنزل على السوق وتشوف الشيء اللي بيناسبه. القصص والكتابات من عمر الصغير من 3 ل 4 ل 5 سنوات غير مثل من 6 سنوات ل 12 سنة، غير اللي أنا بدي أجيبه لعمر المراهقة. في كتير خيارات بالسوق، لازم يكون من مصادر موثوقة، لازم تكون من متخصصين. يعني هلا في كثير ناس بتكتب للأطفال بس ما في متخصصين بالتربية مثلا. أنا لما بدي أكتب للطفل فبدي يكون عندي اطلاع على التربية حتى أقدر أوصل الرسالة اللي أنا بدي إياها. من عمر صغير 3 سنوات ل 5 سنوات ممكن يقبل الخيال، ممكن تكتبي له كل شيء، ممكن تكتبي له إنه أنا قاعدة على الغيمة مثلا، فيك تكتبي له أي شيء. من عمر 6 سنوات ل 12 سنة ما عاد يتقبل، فات على المدرسة صار يشوف على المدرسة الشارع الرفقات البيت، بدنا نحاول نكتب له قصص بهذا المحور بالمجتمع اللي هو فيه. من الأعمار المراهقة صار هو بدور على الشغلات الصعبة، ممكن الخيال العلمي، ممكن الروايات اللي إذا ميول الأدبي، الروايات اللي بتناسب أعمارهم، الألفاظ اللي شوي صارت أصعب. بدنا نحاول هي الأم تشوف حسب عمر طفلة، ونحن الكتاب نحاول نحن تماشوا الوقت وتماشوا العصر. طيب في عنا حالات أنه الطفل اليوم ما بده، يعني في الناس إذا بدنا نقول ميول أنه أنا ما بحب أقرأ قصة، ما أنا ما بخ، يعني أنا من الناس اللي ما عندي خلق هذا أني أقرأ صفحة كاملة، يعني خاصة إذا كان بوست. يعني بتحسي أنه أنت ما عندك هاي الجلادة. في أطفال اليوم ما بتحب هاي القصة، ما عندها ميول، وهذا حقها اليوم، كل حدا له طبعه. هل اليوم نحن قادرين نغير هذا الميول عنده يعني؟ أو خلص اليوم أنه نحن خلص نعرف أنه اليوم طبع ابننا أو شخصية ابننا ما بحب هيك قصص يعني؟ هلأ أهم شيء الأب ما تستسلم، ممكن يكون هذا الوقت هو المحابة بيقرأ. مارق حالات عندك هيك؟ لازم دائما نتابع، ما تستسلم ابدا. في عنده خيارات كثير بالسوق، ممكن يرغب هذا ما يرغب هذا، مثل ما قلت اول شيء بدها تشوف ميوله، ثاني شيء بدها تشوف اهتماماته هو، المواضيع اللي هو بحبها،
القصص اللي هو بحبها، ممكن يعني ممكن فجأة تجيب له قصة على الوتر اللي هو بحبه. ما تستسلم أبدا، ما في طفل ما بيحب يقرأ. هي بترجع لإحنا احنا الأهل كيف احنا بدنا نربي. بس يمكن سلم التدريب يعني أسهل. احنا لو مبلشين بأعمار صغيرة يعني كبر على هي العادة، أما بتيجي مثلا حدا يشوف جارته ابنه بيقرأ بتمسك ابنه هلا بدك تقرأ يعني، فبيكون في فرق وقت، فرق عمر، فرق فكر يعني. مهم اليوم احنا نراعي هي النقطة عند الأطفال، فروق طباع. الابن الطفل العنيد بيتعامل غير الطفل اللين، غير الطفل اللي الملول. بنحن نشوف طبع ابننا ونحاول احنا نفهمه اكثر، لنفهم الطفل لحتى نقدر نرغبه باي شيء بدنا اياه. اكيد يعني يمكن من تجارب شخصيه بنشوفها ومن تجارب حوالينا، يمكن الاهل هن اول شيء. صح. يعني اذا انت ما بتحبي القراءه كثير صعب انك تعلمي الطفل انه هو يحب القراءه. يعني انا كنت اشوف في حدا بالبيت بيقرا فصرت احب اني اقرا، بس ممكن حدا تاني بالبيت ما ياخذ هي العاده، هي كافيه يمكن زرع عن شخص احسن من ما. بس يمكن اليوم الوقت سلمى اثر، يعني الظروف اثرت، يعني في كتب كنا كثير نحب نقعد نقراها، اليوم ما عندك ضل هذا الوقت. يمكن حتى الطفل يشوفك اليوم انت عم تقري حتى انت تحفظي، حتى يعني وقت الفراغ صار الاهل او الكل بيقضي على الموبايل. صحيح. اما سابقا ما كان، مثل ما قلت لك ما كان في موجود هذا الشيء، فكان البديل اما الكتاب اما التلفزيون اما اي نشاط. لهيك بدنا نحاول نحن الاهالي قدر المستطاع لو انه خمس دقائق يشوف الولد الطفل يشوف الكتاب بايدنا بدل الموبايل. يعني اذا شاف هو بالنهايه بكل الاعمار الاطفال بيقلدوا الاهل، فاذا شاف بايدي الكتاب فاكيد رح يصير عنده فضول يعرف انه ماما ليش عم تقرا او ماما ليش حامله الكتاب هلا، فبصير عنده رغبه اكثر. اكيد. خلينا نروح لهيك نصائح اخيره لكل حدا اليوم عم شوفنا، لكل الامهات يعني اليوم. شو اهم الاساسات المفروض نتبعها ضمن القراءه مع اطفالنا؟ هلا مثل ما قلت اهم شيء الترغيب مو الاجبار، ثاني شيء فهم طفلك لابعد الحدود، واخر شيء هي اهم نقطه انه ما تستسلمي ابدا. من لو كان الطفل عمره 5 سنين خليكي معه 15 سنه، رح يمرق سنه من هذا الوقت رح يقرا في الطفل ورح يصير عنده رغبه للقراءه. ما نستسلم بأي شكل بأي أسلوب، نحاول إحنا نرغب فيها. أكيد. إن شاء الله بنتمنى هيك يومك حلو ويكون هذا هيك الموضوع مهم بالفعل بشكل كتير كبير نقدر نفعله بالواقع، ويكون عندنا هذا الوقت لنعلم أطفالنا اليوم إنه القراءة هي حتكون بوابة لإلهم لعالم تاني. شكرا لك ولحضورك. أهلا وسهلا. شكرا لك ولوجودك معنا وكل النصائح اللي قدمتي لنا إياها.